في هذه اللحظات أيها الحافظ الكريم تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار الصعوبة الأول مشاركة لها في سباقات الهجن في هذه اللحظات اللي في أول المراكز اللي في أول المراكز هذه مصيحة هذه شجرة للسيد سعد بن عنزان النعيمي في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه شاهينية للسيد عبد الله بن سعيد المحشادي في ثاني المراكز، أما اللي في ثالث المراكز من الجانب الأيمن الشاهينية للسيد الشهوان بن مسفر الشهواني مع الشاهينية في ثالث المراكز، الرابع المراكز اللي واصلة هذه خيال للسيد فهد بن حباب. خيال للسيد فهد بن حباب الهاجري في هذه اللحظات في رابع المراكز وخامس المراكز، هذه مصيحة للسيد سعد بن عنزان النعيمي في خامس المراكز، أما اللي في أول المراكز هذه الشاهينية للسيد عبد الله بن سعيد المحشادي في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز اللي واصلة هذه خيال للسيد فهد بن حباب الهاجري، وفي ثالث المراكز هذه شقر للسيد سعد بن عنزان النعيمي مع شقر في ثالث المراكز، لكن الشاهينية للسيد عبد الله بن سعيد المحشادي في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذه خيال للسيد فهد بن حباب الهاجري في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذه شقرة ويدعون ملكية الشقرة للسيد سعد بن عنزان النعيمي، اما اللي في اول المراكز هذه هذه الشاهينية بتعود ملكية الشاهينية للسيد عبد الله بن سعيد المحشادي في أول المراكز، لكن من العمق اللي تسللت هذه خيال للسيد فهد بن حباب الهاجري سلت انتزعت المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار الصعب. نقول تهانينا والناموس للسيد فهد بن حباب الهاجري على فوز خيال بالمركز الاول، اما اللي في ثاني المراكز هذه شقر للسيد سعد بن عنزان النعيمي، في ثالث المراكز اللي وصل الجواهر للسيد احمد بن محمد الخاطر. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و16 ثانيه و62 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.